نتابع في البداية في هذه المشاهد التي نبث الآن مباشرة مع بعضها هذه غارة إسرائيلية جديدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع حركة إدخال هذه المساعدات إلى القطاع، وهذا يشير إلى أن إدخال هذه المساعدات لم يتم في إطار وقف إطلاق النار الإنساني كما يشير الحديث، وإنما تم إدخاله تحت النار وتحت استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يشير إلى أهمية هذه التوقيت وإدخال هذه المساعدات بالرغم كل الظروف المحيطة بإدخالها من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني كما تتابع في هذه المشاهد المباشرة. هذه غارة إسرائيلية جديدة سالمت على ما يبدو منزلا داخل مدينة رفح التي يقع فيها المعبر الفاصل ما بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة. بالعودة إلى سؤال إدخال المساعدات وآلية التوزيع، على ما يبدو تكلمنا إلى مسؤول الإمداد والتجهيز قبل الحديث محمود عن عمليات التفريغ يعني فيما يتعلق بهذه الغارة، المطالبات الدولية كانت تشير إلى ضرورة وجود هدنة إنسانية على الأقل في أوقات دخول المساعدات، ولكن هذا الأمر الذي رفضه الجانب الإسرائيلي، بل وكان هناك فيتو في مجلس الأمن حول هذه الهدنة الإنسانية، يعني هذا هو الأمر الغريب وهذه هي المفارقة العجيبة. بالفعل هذه الغارة الإسرائيلية تأكيد واضح على أن ما يجري الآن هو الاستخدام يدرك أي وقف إطلاق نار على ضرورته وأهميته على وجود وقف إطلاق نار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقبل بذلك ولم يعمل على ذلك ولا حتى خفض التصعيد في توقيت إدخال المساعدات، فهذا الاحتلال الإسرائيلي ما يشير إلى تعمده وتعنته في استمرار القصف الإسرائيلي على غزة رغم كل المبادرات الدولية والعربية والإقليمية لخفض التصعيد على الأقل في فترة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما نتابع في هذه المشاهد سحب الدخان تخرج من إحدى المناطق السكانية غرب مدينة رفح بعد أن تم قصف طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ. تابعنا في هذه المشاهد الغارة منذ بدايتها منذ أن سقط الصاروخ على المنزل، وحتى هذه اللحظة لم نعرف نتيجة هذا القصف، ولكن هناك ضحايا كما كل قصف إسرائيلي لا يخلو أي قصف إسرائيلي من الضحايا الفلسطينيين سواء الشهداء والمصابين نتيجة الاستهداف المباشر وبدون سابق تحذير ولا إنذار لهذه المنازل التي من استهدافها من الطائرات الحربية. قصف معبر رفح يعني في أي منطقة تحديدا؟ هل هي قريبة من الشاحنات أم في منطقة بعيدة وتبعد مسافة كم؟ القصف داخل مدينة رفح، نحن في المنطقة الشرقية للمدينة في أقصى الشرق، الاستهداف يبدو هو في وسط مدينة رفح على بعد عدة كيلومترات، لا يؤثر ذلك على إدخال المساعدات على الأقل في منطقة المعبر، لكن سير المساعدات والشاحنات الآن إلى داخل قطاع غزة يحتاج إلى وقف التصعيد ووقف الغارات الجوية بهدف ضمان وصول هذه الشاحنات بسلام وأمان إلى مستحقيها. وقد اريد ان اتحدث عن شيء، على الرغم من اهميه الماديه للمساعدات ال 20 شاحنه التي قدمت الى غزه والحديث عن عددها وما الى ذلك، هناك اهميه معنويه لدى اهل غزه من هذه عن هذه الشاحنات، على العلم المصري فقط عن هذه الشاحنات وليس هناك اي علم اخر الى جواره، يدخل الى غزه يشعر المواطن هنا في قطاع غزه ان هناك من هو يقف معه حقيقه وفعلا قبل القول، هي مصر لهم المساعدات مشاهد في هذه المشاهد فوق كل شاحنه مصريه والنص المكتوب على هذه الشاحنات من اهل مصر وشعب مصر الى الشعب فلسطين في غزه، هذه هناك رمزيه واهميه ومعنويه عاليه جدا لدى اهل قطاع غزه في ثباتهم وصمودهم في وجه الاله الحرب الاسرائيليه التي تستمر في القصف على مدار الساعه.